الثالث هلا بلشنا نعرق صح؟ بلشنا نتعب. ننزل لتحت بليز. جاهزين؟ ايدينا هون، جسمنا لقدام، معدة جوا. اول اشي رح نعمل تمرين صغير، بعدين رح اورجيكم شو رح نعمل على البطيء عشان تقدروا تشتغلوا معنا. ليتس جو. رح نعمل تعب برجلينا، يمين شمال، ريح كتافنا، ظهرنا ممدود. الاسهل انه نضلنا على الركب بس الورك لتحت، تمام؟ Again. 8. ايدينا بالضبط تحت مستوى الكتاف. وركنا ممدود. نادي جوا. صبايا تمام وضعنا؟ هلا رجلنا اليمين هون عند الكف. الشمال. ايدينا هون. نطلع لفوق نشد ظهرنا. نفس. Ready؟ أسرع. ثلاثة كمان. إذا تعبانين بنقدر نضلنا هون. Ready صبايا؟ Push ups go. برافو. خليكونا لبرا. ظهرنا ممدود. إيدينا مفتوحين أكثر من مسافة بين الكتاف. نريح. طبعا هذا التمرين بيشتغل فيه الكتاف مع الصدر. Ready؟ راوند الثانية. Let's go. يمين شمال يمين شمال. ظهرنا مفرود. وزن جسمنا لقدام. أربعة ثلاثة اثنين. إذا تعبنا بدنا ننزل على الركب ونعمل هيك. إذا التعب بالمعدة نحاول نتحمل شوية صغيرة، بس إذا التعب بالظهر ننزل على طول. أربعة ثلاثة اثنين. شوي شوي صبايا. يمين ready؟ أسرع go. أربع مرات. ثلاثة مور. نحاول ايدنا رجلنا توصل لعند ايدنا. وركنا ينزل لتحت. إذا تعبنا. تمام؟ بوش أبس. ليتس جو سينجلز. نفتح مسافة بين ايدينا أكثر من كتافنا. كونا بدي أشر لبرا. نريح. واو. تمام؟ بايلنا جولة واحدة. نقدر نعملها صبايا؟ جولة واحدة. تاب ليتس جو. يمين شمال. نفس ما ننسى النفس. أربعة ثلاثة. هالمرة ما رح نعمل بطيء، هالمرة رح نطلع أسرع ما عنا. يمين جو. فوق كمان ثلاث مرات. اوكي ريدي بوش ابس جو. اذا بنقدر نطلع على اصابع رجلينا نعمل بوش ابس. 8 مور بليز. ظهرنا مفروض، كتافنا مرتاحين، معدة مشدودة. نريح. نفس. نعمل ستريتش. جود. ايدينا هون. قلبنا عم بنبض، عضلاتنا تعبانة، بس كويس يا. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم وانبسطتوا بالحلقة واشتغلتوا بقوة واشتغلتوا، احنا بنسميها دائما بالجيم بضمير يا.
فان شاء الله بنشوفكم حلقات جاي بافكار جديده وتمارين اكثر. ثانك يو كوتش، يعطيك العافيه. ثانك يو كوتش، يعطيك العافيه. باي باي.